اسعد الله مساكم بالخير وسرور متابعينا غالين. يا هلا ومسهلا بالزوار ومشاركين الجدد منوري قناتكم. بكره عرفه، احرص انك تصوم يوم عرفه، واحرص بهالايام العشر. اذكركم واذكر نفسي على ايام العشر، ترى ايام فضيله، احرص على الصدقه والاجر، دور الخير بالهيبه. عسى الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. الحين عندنا اعلان وتغطيه سريعه لصاله عماد النعيم. تعالوا مع بعض خلونا نشوف السيارات الموجوده عندهم. وش اللي يميز صاله عماد النعيم؟ يميزهم انهم عندهم اغلب السيارات الاوروبيه مستخدمه واخو جديد وماشيه مشي قليل واسعارهم معقوله. وقولوا لهم بعد عن طريق بندر ان شاء الله ما راح يقصرون معكم. تعالوا خلونا ناخذ لفه سريعه. وهذه الصاله وين؟ بحي الصحافه. بحط لكم اللوكيشن انا وحساباتهم وارقامهم. شوفوا يا كثر اللي شافوا كلام ام ست اللي شافوا بمعرض اوت سيتي، يا ابو بندر صوره 18، يا ابو بندر صوره 18. هذه جابها الله، لون ذهبي. شوفوا جمال ام ست يا ناس، حتى لو نزل الشكل الجديد يبقى فخم ويبقى هيبه. هذه 2020 ترى المعلوميه. شوف كم ماشي، ماشي 24000، ماشي 24000. الداخلي لون بني، اس 450 66 سلندر، اللي تجي 367 حصان، ماشي 24 وسعره 399. وعندهم الديفندر، هذا بنرجع له بعد شوي، بس خلونا نشوف السيارات اللي داخل الصالة. أول ما تدخل بيقابلك هالوحش. طبعا عندهم سيارات جديدة وعندهم سيارات مستخدمة. خلص من هنا ووريكم المستخدم. هذا البي ام اكس 6 كومبيتيشن، اصفار 22، واللون قريب اللون التيتاني. وحش ما شاء الله تبارك الله. الجنط كلام كبير. سعره بكم؟ سعره يا طول العمر ب 749000. اصفار طبعا هذا 22، والداخلي جملي جايب لون اسود. اي موتر يجوز لكم اكتبوا لي تحت. هذا الرنج الجديد فريست اديشن، هذا فريست اديشن جنط عليه 23، تو وصلهم. بحط لكم ارقامهم علشان تتواصلون معهم. هنا عندنا البي ام الاكس 6، هذا 22 على ام كيت، ماشي 24000، سعره ب 419، والداخلية باللون الأحمر. وهنا عندنا ديفندر 90 باب واحد، يطول عمره السلامة، اكس ديفندر اكس، ماشي كم؟ ماشي 12000. هذه هبلت بي عشان الإضاءة عاكسة، ماشي 12000، سعره ب 479000. أي موتر بس قولونا عن طريق بندر إن شاء الله يحاولون يخصمون اللي يقدرون عليه. وهذا بعد أبيض 90 اللي يجي باب واحد، الجنطة طول العمر والسلامة 22، كم موديله هذا؟ 22 اصفار جديد، هذا سعره ب 469. طبعا هذا هذا فل، هذا اتش اس اي ترى. وعندهم بعد اخو الاضخم المرسيدس الجي ال اي الاس يو في، هذا مستخدم موديل 21، ماشي 18000، سعره 399. هذه بناميرا ما شاء الله تبارك الله، اللون ازرق، داخليه باللون الاحمر. انا ما اخفيكم والله ظهري شد علي اليوم، ما ادري ايش جاه. هذا هو قمنا العجم من الحين. هذه ما شاء الله تبارك الله، هذا ما صورنا لكم. هذا كم سعره؟ سعره طول عمر جديده، هذا 510، واللون ازرق داخلي احمر 21. كم سعره؟ 510. طبعا في شيء على صيانه، في شيء على ضمان، بيعلمونا كم كل التفاصيل. تعالوا بعد الحين بصور لكم باقي السيارات الموجوده عندهم برا. وعندهم هالفيروزي، هذا هالفيروزي، هذا مكان 22 جنط جايب لونه الاسود، 22 ماشي 10000، والداخليه باللون الاحمر، سعره 328. بوريكم داخليه الفيروزي، هذا احمر احمر، هذا اكثر شيء يحبونه البنات، البنات والشباب. هذه البي ام الفئه السابعه، اللون اسود، موديل 2020، ماشي 12000، سعره ب 339000، والداخلي جمل، الداخلي جملي ما شاء الله تبارك. وعندهم الجي هذا الكحلي 2019، ماشي 60000، سعره ب 740. وقولوا لهم بعد عن طريق بندر ان شاء الله ما راح يقصرون معكم. تعالوا اخوريكم الداخليه، هذه الداخلية، تخشيب كاربون فايبر وين؟ هنا وهنا، بس مو على كامل، اللون أبيض قريب للبيج،
ماشي كم؟ 65,000 سعره 740. ريحة مرسيدس لا زالت موجودة. سبحان الله مرسيدس والرينج أغلب الشركات الأوروبية ريحته ما تروح بسرعة. أفك مستخدم موديل 2020 ماشي 35,000 سعره 245,000. طيب تعالوا عندهم هنا بعد غير السيارة اللي شفناها بالصالة هذه بأم الفئة الثانية ماشي 5,000. هذا شكله مع الجم ما شاء الله عليها أمكت وجنط بعد جنط 18 معليش. أوريكم الداخلية بشكل سريع. الداخلية طبعا في أشياء عندهم فيها عليها ضمان وفي شيء عليها باكج صيانة تختلف من سيارة لسيارة. فئة اللي هي الفئة الثانية 218 عليها أمكت موديل 2021 ماشي 5,000 سعره طول عمر 189,000 ريال. شوفوا 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 ما شاء الله تبارك الله. هذه لقطة هذه لقطة. أنا أتوقع هذه ما تطول ترى هذه ماشية 6,000 مستخدم بأم الفئة الرابعة كوبي عليها بلاك إديشن تكحلات باللون الأسود الجنط الرايق اللي مقاس 19. كم سعره يا أبو بندر؟ هذا سعره ماشي 6,420 عليها أمكت وسعره ب 270,000. قولون عن طريق أبو بندر إن شاء الله ما راح يقصرون معك. شوف هذا الجنط وهنا اكس 1 خل اوريكم شكله اللون اسود داخليه ابيض. انا مكان ضيق ما اقدر اخذ راحتي لكن اعطيكم ارقامهم تتواصلون معهم وتجي تشوف السياره عندهم او يرسلوا لك الصور. اكس 1 22 هذا زيرو سعره ب 205 وهذا بام اسود هذا الفئه الخامسه. الفئه الخامسه داخليه جملي سعره ب 270. ما شاء الله تبارك الله. وهذه بعد الفئة الخامسة 22 520 سعره ب 270. وشوفوا ما شاء الله تبارك الله. عندهم بعد الإكس 5 على ام كيت ماشي كم؟ 40,000 موديل 2020 داخلي أبيض. شبكة اسود سعره بكم؟ 299. وهنا البورش كاين ابيض والداخلي احمر سعره بكم؟ ماشي 24,000 سعره 380. وهذا بورش مكان في اشياء مبيوعة طبعا. شوف لكم هذا مرسيدس اي كوبيه لون ازرق داخلي ابيض موديل 22 اصفار طبعا 379. وهذا جي ال سي يا طول العمر والسلامه ماشي 12,000 سعره 315. وهذا جي ال بي بعد داخلي وباللون الاحمر. ترى غبار هذا يا شباب مطر جاء مطر قبل شوي ولا كله مغسل ونظيفه. داخلي احمر هذا اصفار سعره ب 295. وعندك يا طول العمر والسلامه هذا السي ال اي ما شاء الله تبارك الله هذا موديله 21 هذا سي ال اي 35 هذا قلت احسن تقريبا حول 300 ماشي 38,000 سعره ب 270. هذا فيلر خلينا نرجع لكم الجهه هذه. هذا داخلي بيج ماشي 6,000 سعره 370 داخلي بيج. وهذه مزراتي شوف لكم اي فئه من فئات المزراتي موديل 2017 ماشي 31 بسعر 195. وتعالوا نشوف هذه السي ال اللي قبل شوي شفناها هذه 35 وهذه سي ال اي. هذه اي فئه من السي ال اي؟ هذه فئه السي ال اي 250 سعره ب 275. شوفوا هذا الاودي كيو 3 اللي جاي بحجم اللي اصغر بشوي من الجي ال سي. هذا مستخدم كيو 3 اس لاين هذا ماشي 10,000 سعره ب 250. الداخليه جملي وهذا افك موديل 22 ماشي 1000 والداخليه باللون الاحمر. كم سعره يا حبيب؟
ماشي 1500 معليش 1500 سعره ب275. هذا الإيفوك راح يكون أصغر من الفيلا، هذا أصغر كروسوفر موجود عند رينج روفر، وهذا خلط خم الجي ال اي الاس يو في سعره بكم؟ هذا 19 ماشي كم؟ هذا 19 ماشي 38000 سعره 365 عليه كت اي ام جي داخلية بني. وهنا عندنا بعد المرسيدس الاي، هذا اللي شفناه قبل شوي لون ثاني لون رمادي، وهذه نفس الوضع. فعندهم المرسيدس الاي عندهم الوان الابيض والرمادي واسود وذهبي، وان شاء الله انهم ما يقصرون معكم بعد باقي السيارات. وهذه مرسيدس السي سي 200 شكل جديد، هذه كم ماشي طول العمر جديد، هذه اصفر سعره 329 الداخلي باللون الاحمر، هذه ملكيه ما شاء الله. وهذه بعد الاي 200 زي اللي شفناه قبل شوي بس لون ذهبي. وعندهم بعد وعندهم الاي، هذه اي 200 سعره ب 219 اصفار طبعا. هذه اي 250 ما موديل 2020 ماشي تقريبا 20000 سعره 175000 ريال الداخليه باللون الاحمر. وعندهم الاي 200 2020 هاتش باك مو سيدان هاتش باك ماشي تقريبا 20000 سعره 140000 ريال. وعندهم برونكو الباد لانس اصفار 2021 سعره 310